فتاة جميلة صغيرة بالسن لم تصل إلى سن العشرين بعد، لكنها استطاعت أن تكون من أثرياء العالم في فترة وجيزة بدهاء واحتيال وحنكة منقطعة النظير. لقبت بحسناء وادي السيليكون، واشتهرت قصتها عبر وسائل الإعلام حول العالم كافة. هل سمعت عنها من قبل؟ إليزابيث هوبز، الفتاة المجنونة، حسناء السيليكون المحتالة الأصغر في العالم، والكثير الكثير من الألقاب التي أطلقها الإعلام عليها منذ ظهورها. وهي فتاة بعمر 19 تركت دراستها في تخصص الهندسة الكيميائية من جامعة ستانفورد عام 2003 للانتقال إلى مجال التكنولوجيا والعمل المتطور في منطقتها وادي السيليكون، التي اشتهرت بمجال التطوير والاختراعات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتطورة. أسست هولمز شركتها ثيرانوس التي صبت من خلالها فكرة لا تخطر على عقل بشر، جعلت من أثرياء العالم أجمع أن يلتفوا حولها ويصب الكثير من الأموال تشجيعاً لها ولفكرتها العبقرية المحتالة ذات الوقت. هذه الفكرة التي روجتها هولمز على أنها ستلغي وظيفة الطبيب تماماً ويحل مكانه الجهاز التكنولوجي الخاص بشركتها، والذي بدوره سيعرفكم على كافة الأمراض التي تصيبكم بسهولة مع تقديمها لكم وصفة علاجية تخلصكم من المرض، وذلك من خلال سحب هذا الجهاز لنقطة دم من الجسم وتشخيصها للحالة. استطاعت هولمز أن تقوم بإقناع العديد من أصحاب رؤوس الأموال والمهووسين بفكرة التكنولوجيا الحديثة بهذه الآلة، وحصلت من خلالها على كمية كبيرة جداً من الأموال بدأت تتدفق إليها. لكن ما هي الخطة التي رسمتها لكي تنجح في الإقناع؟ اتخذت نهج ستيف جوبز في التسويق لذاتها واتباع نفس نهج العمل، لدرجة أنها كانت تعقد اجتماعاتها مع موظفيها في نفس الوقت الذي يعقده جوبز، ولم تكن تأخذ أي إجازة من عملها مطلقاً. والأوضاع التي كانت تعمل بها أثناء تقديم صورها كجوبز تماماً كما عملت هوبز على امتلاك أهم أنجح الأعمال في وادي السيليكون. فالكثير منا يلقي نظرة غير مرضية على الأشخاص الذين قاموا بترك دراستهم، لكن الأشخاص الموجودين في وادي السيليكون غير ذلك نهائياً، لأنهم تركوا دراستهم من أجل أن يكونوا ملوكاً في عالم التكنولوجيا. بدأت هذا العمل في قبو داخل منزلها كأهالي وادي السيليكون. كانت إليزابيث تعمل على إصدار الضوضاء والضجيج في العالم، وذلك من أجل أن تصنع تحفيزاً على أعمالها. كما أن هولمز ترى أن المحاضرات التي عملت بها في تيد كانت دائماً ما تتحدث عن الشغف الشديد بالأعمال التي تقوم بها، كما أنها كانت تصف مدى قدرتها على تقديم المعجزات في هذا المجال، واستطاعت أن تصل إلى المجتمع بالاحتيال.